السلام عليكم، نهار جديد وفلوق جديد. وكيف ما كتشاهدوا البارح خمنا ديك البلاصه اللي قلت لكم غادي نصوبوا فيها الزليج، وحنا جبنا الازبال ديالنا كلها لهنايا وغادي نرميوها في محل الازبال كيف ما صورت لكم سابقا. سبقنا بالحديد، الحاجه اللي فيها الحديد هي الاولى، غادي نرميوها في هذه البلاصه ديال الحديد. نمره جوج، هذه الصندوقه اللي كنت ديجا صورت لكم، كانت خلاتها لنا السيده اللي بعت منها اللي بعت لنا الارض، ما محتاجينهاش دابا، بغينا نرميوها. كذلك بزاف ديال الحوايج الحديد، هادو ديال ديك الخيمه اللي كانت تقلبت لنا في الواد، المهم بزاف ديال الحوايج اللي ما كنحتاجوهمش غادي نرميوهم، لان هنا في هولندا راكم عارفين حتى حاجه ما خصنا نرميوها عشوائيا، كل شيء خصنا نرميه في بلاصتو. هذا البانيو تاهو تهرس شويه، هادو ديال الشرابات ديال الدجاج تاهو ما غنرميوهمش في هذا البلاستيك، وهكذا تنساليو. هذا بلاستيك غادي نرميه في النمره 11 كيف ما كتشاهدوا. وغنكملوا كيف ما كتشاهدوا الناس كلشي كيرمي في كيجيب الازبال ديالو ويرميو. غادي نرمي الحديده كيف ما شفتوا، حتى البسكليتات كيترماو هنا، اللي ما محتاج شي بسكليته كيجيبها يرميها هنا. المهم كلشي الحديد هنايا، رمينا حتى هذيك ديال ديك الباغاسور الاحمر اللي كنا دايرين ومابقيناش محتاجينو، رميناها لهاه، ما يمكنناش نرميوها في شي زبل عادي، خصنا لابد ما نجيبوها لهنا. وهنا خلاص الاحجار والزليج وهي البوطه كذلك حتى هي اللي ما كناش كنحتاجو احنا رميناه هنايا. المهم راني ديجا صورت لكم وعاوتاني كنعاود لكم بالنسبه للناس اللي مرهم ما تفرجوا في ديك الفلوقات ديالي السابقه، وغادي نبقاو هكا مستمرين تنساليو. وهنا دخلنا الحديقه ديالنا وكيف ما كتشاهدوا خفات شويه من الازبال ومازالين كنجمعوا باش نقادو ديك البلاصه. ايوا دابا حنا غادي نوضوا باش نجمعوا باش نقيو، هانتوما معنا. البلاصه اللي بغينا نزلجوها هي هذه، حنا كنقادوها دابا، كنقادو التربه ديالها، من بعد غادي نديرو فوقها الرمله وغادي نزلجوها بهذا الزليج كيف ما قلت لكم سابقا. جات نوبه هذه البلاصه باش نقادوها ونعوضوها كيف ما عوضنا حوايج اخرين.
وهنا جبنا ديك المنشار اللي ديجا قلت لكم شرينا من ليدل. قلنا نزبروا هاد الاغصان اللي خارجين من هاد الشجره. اصلا هاد الشجره عطات التفاح كيف ما قلت لكم ديجا ما زوينش، فغادي نزبروها ان شاء الله من تحت بهاد المنشار هذا. من بعد ما حيد ديك العروش صغارين بالمنشار ديال ليدل، بقاو له ديك العروشه الغلاضين، فغادي يجيب المنشار ديال الضو وغيقطعهم به. من بعد ما سلينا الزبر ديال هادي عاوتاني جينا نزبرو هادي، ومن بعد عاوتاني هادي الكبيره. مهم بحيث نساليو الزبر ديالها غادي نصور لكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. شتو فين كتمشي الدجاجه كتدي الفليسات؟ كتديهم عند الجيران، ديما كتخرج بهم وتديهم عند الجيران. شي نتبعها نشوف فين مشات. تبارك الله كبروا ما شاء الله. انا عيط لها كيسرحوا من دار لدار، ومن بعد كيجيو بيتو في بعد المغرب كيجيو بيتو عندنا في الدار. حافظين الطريق. هذه حديقة ديال شي واحد. تبعوا الجهة ديالنا نشوفوا فين ماشية. هذه كذلك دار وحديقة ديال شي واحد. والدجاجة ديالنا دخلت هنا في هاد الحديقة هادي. تكون
كيما كتسمعوها. وحنا الحديقه ديالنا جايه في الاول كاع، وهنا جيت غنصور لكم وفي طرق الطرق عاوتاني. يعني كاين الدروبه، كاين هنا دروبه، انا نوقف هنا مثلا. هنا كتكون ماشي نيشان وكتلقى عاوت الحدائق، هنا حدائق، كاين اللي كتمشي نيشان عاوتاني كتلقى شي درب وفيه عاوتاني حدائق، هنا كذلك كل واحد والحديقه ديالو. وكاين بزاف ديال الدروبه وديال هكا الازقه بحال هكا. وهي تام متابعنا، المهم هنايا غادي هاهما كيبانو والحمد لله. كيف ما قلت لكم سابقا الحمد لله دابا براو، اللهم لك الحمد. وهاهما كيزرعو هنايا، يسالي وغيمشيو للدار. ايوا حنا نمشيو نقضيو شغلنا.